النهارده احنا بنرحب بالبشمهندس مجدي انيس، وانا هقول لكم بس حته صغيره على اختياري للموضوع. في يوم 22 يوم 21 لقيت البشمهندس مجدي يعلن عن فرح ابنه الدكتور مينا، وقلت اكلمه عشان اهنيه. وبعدين قال لي بس صلي لي عشان انا عندي بطولة اسكندرية للسباحة. قلت له أنا مش فاهم يا دكتور، يا مش مهندس، هو عيد يعني فرح الدكتور مينا ولا المسابقة البطولة بتاعت اسكندرية؟ قال لي الاتنين. قعدت أفكر، يعني الوقت بينهم وبين بعض يوم واحد، والبشمهندس مجدي داخل البطولة وفي نفس الوقت عنده فرح مينا. طيب وقبليها وبعديها عمال يعمل اجتماعات بتاعت الكنائس اللي هو بيعملها. وقلت الله، طب ده معنى كده ان البطولة دي ليها بعد روحي. رحت كلمته بعد الفرح، قلت له يا باشمهندس مجدي، احنا عاوزين نعمل موضوع يكون بالنسبة لي انا هيبقى اول موضوع اسمعه في حياتي، العلاقة بين النشاط الرياضي والحالة الروحية. كنا طول عمرنا نعمل العلاقة بين النشاط الرياضي والحالة الجسدية أو الوضع الجسدي، أو كنا بنجيب دكاترة عشان يقولولنا قد إيه المهم إن أنت تبقى فيزيكال كويس علشان تقوي القلب وتقوي المفاصل. إنما حسسني كده البشمهندس مجدي ان دخلنا في موضوع تاني خالص، موضوع كما لو كانت ان الرياضة دي ليها بعد روحي احنا مش عارفينه، وهنوصل بعد كده بالبعد الروحي دوت ان ممكن تكون الموضوع بتاعنا يتقال على كل السنين وعلى كل المستويات، لان كل مرة الواحد يقول مثلا هنروح نعمل كورة او نلعب كورة او نعمل حاجة كأنها واحد مفصول بالناحية الرياضية عن الناحية الروحية. البشمهندس مجدي قال لي لا، أنا هعممها لك، أخليها مش بس مستوى رياضي، هخليها على مستوى الحياة كلها. لدرجة أنا قلت إيه، يعني الواحد لما مثلا بيلعب السباحة ده بيقول مثلا ترتيلة معينة مثلا وسط البحر الهايج، هل هنقعد نصنف التراتيل والأبعاد الروحية حسب النشاط الروحي؟ لقيت الموضوع كبير خالص. قلت له، هو قال لي أنا أول مرة واحد يطلب الموضوع دوت، لكن صلي لي وربنا يدينا الكلمة. معلش أنا طولت عليكم، بس مش هقول لكم إزاي الموضوع ده اخترناه. ومتفضل يا باشمهندس مجدي، باركنا و... بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها، أمين. الحقيقة أحبائي، أنا فرحان جدا بلقائنا معكم النهاردة أنا وتسوني، لكن يعني أنا بقالي أشهر وبتابع معكم وبحضر، والاخ منير بيديني الفرصه مع ابونا انطونيوس بيديني الفرصه ان انا اعلق يعني في كل مره. فالموضوعات اللي فاتت يعني كانت تعالج امور كثيره. المره اللي قبل اللي فاتت يعني، بس يعني عشان نبقى قريبين شويه، اتكلم الاسقف عن الروح القدس وعمله فينا. والمره اللي فاتت كانت بتتكلم عن حياه التدقيق، فالروح القدس دقيق وعاوز احنا نتجاوب معه عشان يعمل فينا بمواهبه المتعدده. النهارده الموضوع مرتبط بالموضوعات اللي فاتت ديت، وهي الناحيه العمليه. لما الروح القدس بيدينا في حاجات عمليه بقى، هو طبعا اول حاجه المسيح قالها والمجد انه ياخذ مما لي الروح القدس ويعطيكم، يعني يعطينا حياه المسيح. وطبعا الأول صورة للحتة دي، أول انطباع هو المعمودية بتاعتنا. لما بولس الرسول بيعبر بيقول أنتم الذين اعتمدتم للمسيح لبستم المسيح. فدي الحالة اللي احنا بنعيشها في المسيح يسوع. دي من
لما نخش في التدقيق بقى اللي قلنا عليه المره اللي فاتت، بنبتدي بقى ايه نتبين اكتر حياه المسيح، لان احنا لازلنا في الجسد، ففي ضعفات وفي حروب شياطين ما نقدرش ننكرها. وحروب الشياطين بتتمثل في تجارب العالم، ممكن يكبرها الشيطان في حياته، وبتلاقينا احنا احيانا بنبقى عايزين ناخد تدريب معين ننمو فيه كل يوم، ازاي نقهر افكارنا الخاصة بالامور الارضية اللي بتعطلنا، وبرضه ناخد القوة عشان بالمسيح اللي فينا نقهر الشيطان ونغلبه. فمتخش في الحياة الروحية حتة التدريب وحتة الغلبة، ازاي الواحد ياخد من المسيح اللي فيه وقوة المسيح ان يغلب. وده طبعا شيء في الرياضة واضح بالصورة مادية ملموسة، ازاي بيجيب اجوان وازاي بيقدر يحاور، وازاي ده في مستوى اللعبة المنتشرة في العالم، لكن هي اساسها روحي لم احنا نحس بيه. بقى مرة من المرات كنت بشتغل في طهطة سنة 65، و استضافني واحد دكتور كان بعيد خالص عن ربنا الحقيقه، بقى تعرفت عليه وشجعته، فلقيته عنده طاقه كبيره جدا روحيه يعني، بس كانت مختزنه فيه، كان بيخدم القاهره وبلد دي. المهم لما قعدنا نتكلم عن المسيح وعمله وشجعنا بعض، جه حماه بقى من القاهرة، راجل رايش شوية كده جاي من القاهرة بيزور بنت مرات الدكتور. وبعدين حبيت أشده شوية، لقيته أبيض يعني خالص من الناحية الروحية، لكن لقيت عنده هواية قوي، يحب الكورة ويتفرج على الكورة ويتحمس للكورة أو كرة القدم. فقلت له أنت على فكرة بتفكرني في كل ماتش بتشوفه بالمسيح، هو المسيح ماسك الجون، واقف في الجون وما يسمحش بأي كورة تيجي شمال ولا يمين، ولا لكن يلقطها على طول زي ما بيحصل معانا لما بنمسك فيه. الأفكار اللي بتجي لنا من نواحي كده كبرياء أو نواحي غرور وعظمة العالم بيعرف يلقطها عشان يحفظ فكرنا فيه. قال الله يا سلام، ولقيت الراجل ايه ابتدى يتقابل مع عمل الروح القدس او في كلمة الله من خلال يعني تصوير في الرياضة. فهي الرياضة يعني مش بعيدة عن، لأن المجتمع الناس عايشة بالجسد، والهوايات الرياضية دي تعبيرات عن نشاطات الجسد، وليكم شايفين حضراتكم يعني مدى الانشغال بالموضوع ده في كل الجرائد وكل وسائل الإعلام. لكن احنا يهمنا بقى الرياضة الروحية اللي هي أساس كل نشاط من ضمن نشاط الرياضة. الرياضة الروحية هي لبس المسيح، أحيا لي أنا ولكن المسيح يحيا فيا. بس عشان المسيح يحيا فيا قلنا بداية الروح القدس المعمودية والميرون، فالروح القدس يخلينا بالمسيح روحيين، يعني نشوف عمله بالروح القدس. وإزاي نشوف عمله بالروح القدس؟ الإنجيل، إنجيل روح وحياة. لما أشوفه الكلمة، أي كلمة من كلام الإنجيل أتفاعل معاها وأشوف أي كلمة، وابتدي أرفض اللي معطلني من ذاتي، لأن يعني الكلمة بتنادي روحي عشان تبقى مع المسيح وفي المسيح، أقوم إيه أخد قوة على طول. والآية تبقى استعلان لقوة المسيح في حياتي، ف يعني أعرفه وشاركة آلامه وقوة قيامته، بتفاعل مع موت المسيح اللي بيديهولي وقوة قيامته،
وطبعا الوسيلة الملموسة اللي بنعيشها كل يوم هي القداس الإلهي اللي بنخش فيه، بناخد المسيح جسده ودمه حياته فينا. بالطريقة دي بيبقى نعيش غالبين بالمسيح، ويبتدي الإنجيل يعني ياخد صورة حية جدا. بحب أتكلم عن حاجات عملية يعني حصلت في حياتنا. يعني أنا كنت طبعا شاب حياتي يعني ماشي عادي، وكنت خادم مشهور يعني حتى ربنا سمح بكده، لكني ما كنتش أعرف حاجة خالص، ما كنتش أعرف حاجة من كلام الروح اللي بقوله لكم دلوقتي، ما كانش محدد. كنت أسمع التواضع وأسمع التوبة لكن ما دقتهاش. فكان أبونا بشوي أب يعني كان بيدرس لي في مدرسة الرمل الثانوية 3 سنين، وبعدين ما كنتش واخد بالي منه قوي، بعدين لما اترسم كاهن طلبت أعترف عنده. فاكتشفت بقى الغنى الروحي، صحيح قديس معاصر جدا شفناه، وازاي وجهني للحته المهمه اللي بقول لكم عليها دلوقتي. قال لي يا ابني انت بتقرا كتير قوي وحافظ كتير، لكن عايزك تسيب كل الوقت مبدئيا وتمسك في الانجيل وتدور روحيا على محبه المسيح ليك في كل ايه. هتلاقيها بيقول لك انا بحبك وبعمل في حياتك والتقي معاه عملي، ما تدورش غير على حبه بس، محبته ليك. وحط نفسك محل السامرية، حط محل نفسك محل زكا، حط محل نفسك حتى الفريسي العشار، وخد خد ليك، خد العافية. وجربت لقيت انبسطت قوي، لقيت ربنا بيعيني يعني مش شطارة يعني. وبعدين رحت له قال لي بقى ايه، اكتب بقى شكر، اداني قال لي عندك كراسة اكتب كل يوم اعمال الله معاك اللي بتشوفها بقى مش بس في ايات الانجيل، لا هتلاقيها مطبقة في حياتك العملية، في لبسك في شكلك في شربك. ما كنتش بصوم بقى خالص يعني، احنا في الصيام ما كناش نعرفه قوي يعني بدري يعني. فقال لي مع بداية الكنيسة كانت بداية النشاط الروحي في اسكندرية كلها يعني، وأعتقد أصلا العالم كله. فقال لي لا صوم. قلت له بس أنا مش بقدر أصوم، عمري ما صمت وبالعافية باكل أكل صيام. قال لي يا ابني لا لا، ده إحنا بنعمل كل يوم، كان ابتدى بقى يعمل كل يوم قداس، تيجي تصوم وتتناول. قلت له طيب بس أنا باجي مش كلية تعبان. قال لي لا، زملاتك، في واحد من زملاتك بيجي من مصر كويس قوي، وفي البنات كان جنبنا مدرسه بتاعت بنات بيخلصوا المدرسه ويجوا على ده على القداس ويتناول. ايه الحكايه؟ قلت له لك حق اجرب. وقد كان يعني قصدي اقول دوت محبه المسيح من خلال ايه؟ الصوم طبعا، شركه مع المسيح فيها يعني حبه، والإنسان بيشعر بروحه بالروح القدس في روحه، وبيشعر بمحبة المسيح إن هو بيشاركه في جزء بسيط من الجوع. فطبعا وينتهي بإيه؟ بإن أنا باخد المسيح في التناول. فبناء على كده بقى إحنا بنقول إن إحنا الحياة الروحية عبارة عن نتيجة لعلاقة حب من المسيح. ولما كنت اروح مثلا ضعفات بقى الشباب وكده كان يقول لي انت شفت المسيح غافر خطاياك؟ شفت الدم اللي انت بتاخده من المسيح ده مش يغفر لك؟ قول له عملت ومش عارف ايه. يقول لي ما هي مش ما هي مش ما هي. صور يقول لي ما هي مش ليه؟ لاني انا يهمني الحته الايجابيه، يهمني تاخد حب وتعيش بالروح، الحاجات دي كلها تسقط وهكذا. فيشجع عشان نشوف عمل المسيح بينا وفينا بالروح القدس في كل ما نمتد إليه. دي بقى يعني ده معنى النمو الروحي. ليه؟ لأن هنتعرض لتجارب يوم نشوف عمل المسيح بقى إزاي بيعدينا في التجارب.
نشوف برضو الناس زملاتنا مش بيتمتعوا بالحاجة دي، نقوم ايه نشوف عمل المسيح اللي بيقربهم، عشان بيشوفوا فينا حاجة جديدة ما شافوهاش، سلام وفرح. ومن نعمة عارفيننا كنا ايه، اصلنا ايه، عاديين جدا، لكن في حاجة جديدة. والحاجة الجديدة دي بايه؟ كل يوم، لان كل يوم في غلبة وكل يوم في ثمر في الحياة. فدي طبعا ملخص كل القرايات اللي بنسمعها عشان نبقى عمليين، كل القرايات اللي حصلت. مثلا الزرع شهر طور، خرج الزارع ليزرع وزرع البذرة بتاعته، البذرة الآباء بيقولوا عليها، هي زرع المسيح ذاته في النفس الإنسانية تجسده، يعني مثال العذراء طبعا سلام الرب عليه، فبيخرج إلى العالم ويزرع ذاته، واللي بيقبل بيثمر، ويثمر على مستوى 3 مستويات، 30 60 100. لو هو كان عنده مخافة من ربنا، يعني خوف من ربنا، ده حلو برضه بيثمر. لو عنده بيطلب المكافأة بيثمر. لو هو عايش في الحب الإلهي بقى بيثمر 100%. ولكن ده وده وده أرض صالحة، لأنها كلها طرق توصل لاختبار المسيح في حياته. ده مثلا شهر طور، دخلنا في الصيام الكبير، نفس الفكرة الحقيقة أثرها في أول قداس أبونا تدرس يعقوب، لما قال امبارح، قال احنا عاوزين نمثل المجوس، وهم رايحين يشوفوا كوكب الصبح المنير، ماشيين في السكة، فإيه اشتياقاتهم؟ سواء مسافات طويلة، إيه اشتياقاتهم؟ قلبهم عاوزين يشوفوه، عاوزين يتقابلوا معاه. فيبقى أنت جواك المسيح، مطبق جواك المسيح وبتحاحب المسيح، لكن في أشواق للنمو، أشواق لتحقيق الهدف. الهدف عندهم كان إيه؟ الوصول للمسيح، ويشوفوا المسيح ويسجدوا له. يعني شهوة الإنسان حتى الطبيعي يقول لك أنا رحت المسجد، أو السامرية تقول له فين المكان اللي نسجد فيه يا سيد. لكن دول بيحققوا الشهوة الحقيقية، ملك الملوك. فكان دي هدفهم يعني، واشتياقاتهم، والاشتياقات دول بتنمو كل ما إيه ما يقربوا، والاشتياقات دي كل ما يلاقوا النجم فوق تشجعهم. وحتى النجم ده يمثل زي ما قال يوحنا زابيل فم الملاك، يجي يتمشى معاهم، يعني عاوزين يناموا شويه بقى، مشوار طويل جدا، يقوم يعني الملاك النجم استناه. لما بيقربوا بقى ويشاور على حاجه لازم ينزل ويوطي النجم لحد ما يوصل الايه للمغاره او البيت بتاع المسيح. فهنا ديت في السكة اللي هي الهام وإرشاد الروح القدس والشركة في الكنيسة، وكل مدى ومدى إيه بنقرب أكتر نحو إيه، زي ما الترنيمة اتقالت النهاردة، نحو إيه الجعالة العليا، المكسب العالي اللي إحنا بننتظره. ده يعني ده ملخص الحياة، أو قراءات، أنا بنتكلم عن قراءات الكنيسة اللي عايشين فيها. في بولس الرسول بقى بيقول حتة هنقولها مرتبطة شوية بالشغل يعني والعمل. بيقول في كورنثوس الأولى إصحاح التاسع، بيقول أما أن الذين يركضون في الميدان، بيتكلم عن ايه بقى، نوع من الرياضه، بيجروا بقى مع بعض، الماراثون، اصل كلمه الماراثون دي كلمه يوناني، والانجيل مكتوب اليوناني. اما الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون، ولكن واحد ياخذ الجعاله اللي هو الايه المكافاه بتاعته. هكذا اركضوا لكي تنالوا. يبقى دخل الموضوع على مستوى ايه الرياضه، يعني كتعبير عن الهدف قدامي، في اشتياقات للرب وظهوره في حياتي، وبعدين في رقص، يعني في سعي
سماه مرة تانية قال له أسعى، وفي نوع من الصبر شوية، ولكن في قوة المسيح، شركة المسيح. وبعدين ناخد إكليل لا يفتح، لابد ناخد إكليل لا يفتح. وقال في حتة تانية أخيرا وضع عليا إكليل الدفن. دي طبعا يعني أنا بقول الكلام ده برضو النهاردة عشان في أخت لينا راحت عند يسوع، فدي طبعا معاكم يعني معانا في السماء دلوقتي واخدك، لكن اؤمن انها دخلت في شركه ولها الاكليل دلوقتي، اخيرا وضع لها اكليل البر، لاننا نؤمن ان المسيح بيعمل. وفي حته صغيره ان في تجارب بتصادف، يعني التجارب دي طبيعه العالم بيبقى وراها خير، يعني وراها صلاه وراها تنقيه، وكل ما يسمح ربنا لبعض الناس بالتجارب قبل الانتقال بتبقى تجهيز عشان المسيح يسهر أكثر فأكثر في فكرها وفي حياتها كيانها، حتى من الداخل ممكن ما يكونش عندها وعي يعني، لكن الروح بيعمل فيها لحد ما تاخد الإكليل بتاعها. أخيرا وضع عليها الإكليل برؤية الترنيمة بتاعت النهاردة اللي هي أنا بسعى نحو الدعوة العليا. دي هنا الموضوع اساسا، يعني ان كل حاجه ملخصه الكلام دلوقتي ان انا احيا، لا انا بل المسيح يحيا. طيب نيجي بقى للرياضه. انا برضو الامثله العمليه توضح كده ببساطه يعني ايه يعني الرياضه. الرياضه كاي حاجه تعملها بالمسيح، اكلي شربي لبسي حياتي العيله الشغل كله في المسيح وبالمسيح قوة المسيح. هقول مثلين في الرياضة دخلت فيهم. أول مثل كان الشغل عندنا، عندهم عملوا زمان قوي بقى، كان لسه القرى السياحية في مصر شوافة وجم جماعة فرنسويين عملوا قرية اسمها مجاويش، تحفة بقى في الجمال اللي مش عارف ايه. وبعدين الجماعه الكبار، كان بقى كنت صغير، الجماعه الكبار في الشركه قالوا احنا نعمل رحله مخصوص سبيشال للمكان ده. وبعدين قلت لهم انا عايز اجمع. وبعدين قالوا انت شخصيه كويسه وعندك زوجتك دكتوره، فاحنا محتاجين لواحد دكتور معانا في الرحله، فاخدوني معاهم. انا كنت يعني داخل كده، لكن كان ربنا سمح بيها. ليه بقى؟ عشان اشوف الكلام اللي بقول لحضرتك عليه، ازاي اشوف عمل المسيح في الرياضه، في الفسحه، في الاكل، في تدبير الحياه كلها من خلال الرحله دي. ده نموذج يعني هقول لكم عليه لحضراتكم يعني. فطلعنا الرحله، كان صديقي ابونا لقا هو زميلي يعني على طول ساكن جنبي، فقلت له انا يعني هطلع الرحله دي. قال لي يا عم هتعمل ايه في الرحله دي؟ هو طبعا احنا في الجو الكنسي على طول. قلت له هو جت كده ولقيت فرصه وعاملينها رخيصه وبالنسبه للمجال مش عارف ايه ومعايا افسح الناس. ما قال لي طب خلاص. فرحت، فاول ما وصلت شعرت بقى بالحته اللي بقول عليها حضراتكم، ان انا يعني ربنا جايبني حته عشان اشوف المسيح والمسيح يعمل بي انا والعيله بتاعتي. طب ازاي؟ طبعا اول علامه هي الصلاه. وعايز اقول لحضراتكم من دي علامات الحياه في المسيح والنمو فيه، اللي هو الصلاه الاجباريه، الانتظام فيها باثنين ثلاثه على قدر امكانك. فبدينا نصلي بالتكبيرة أثناء الطريق. والمهم عايز أقول لحضراتكم إن النمو هنا كل ما تصلي في التكبيرة والكلمة بتاعت طبعا مزامير داود ده الإنجيل، يعني كل كلمة تقولها وتحط بقى يعني ذهنك فيها بالروح القدس ليه معنى جديد، وتلاقي الناحية الإيجابية واضحة. يعني مثلا متخوف من حاجة
تلاقي مثلا تقول يا رب لماذا كثر الذين يحسنونني، كثيرون قاموا علي. حاسس طبعا معك في الشغل مثلا او حتى في الرحله ديت في ناس مختلفين، من لماذا كثر الذين كثيرون قاموا علي، وبعدين ايه، بس طبعا هي الاساس هو الشيطان. وبعدين ابص للمزمور المحمد ايه مجاوبه، انت يا رب انت هو ناصري مجدي ورافع راسي، صوت الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه، يعني من السماء، يعني الروح القدس تعزية. فسلاح المزامير جميل قوي لقيناه، وبصيت لقيت ربنا بقى بيدينا في كل خطوة تعزية. فالنظام بتاعهم بقى ايه، الصبح بدري جايبين بقى جماعة مدربات من ألمانيا يلعبونا رياضة سويدي، لكن أنا خدتها بقى المحمل إيه، إنها رياضة روحية، يعني إيه يعني يلا بينا نصلي باكر مع العائلة، ويا الله إلهي وليك أبكر، أنا نفسي هنا العطش برضو نفسي عطشت إليك، وبعدين أخش مع التدريب. كان معايا ابني يعني صغير ادخله معانا ونقعد نلعب، وايه وفي الهواء طلق كده وشايف السماء وجنب البحر، افتكر المسيح لما كان قاعد مع تلاميذه جنب البحر. باختصار الرياضه بقت ايه مرتبطه بس بايه، بروح الصلاه وروح الايه التطلع لفوق، ماشيه مع الايه مع الهدف، ماشيه مع غرضنا. فجه في قرارات نفسي بقى خبرة حلوة، إن العمل لما يكون بناء على خبرة الصلاة خصوصا في الرياضة بيبقى ممتع قوي، لأن إحنا بنشوف المسيح. وطبعا بعد كده قالوا في دايفنج في البحر وإلى آخره يعني، وده مجانا، كان لسه بادئين فعاملين دايفنج مجانا وجايبين مدربين، مش زي دلوقتي يمثلوا الدايفنج، لا يعلموك الدايفنج تمام جوه، تشوف الشعب المرجانيه وتشوف الاسماك وتعوم انت، مش حد شايلك يعني. وقعدت كل يوم كل يوم كل يوم، ابتدى ايه احس ايه من الاعماق، صرخت اليك يا رب عجائب الله في العمق، وابتديت اشعر بايه بالمسيح ماشي معايا في الميه تحت الميه وبالروح القدس. وقال لبطرس ارمي السنارة، والسنارة جابت سمكة، والسمكة فيها إصدار واحتياجهم عشان الضرايب، قال لا ربنا مسيطر على الأسماك الصغيرة دي كلها، وجاب واحدة وحط فيها إيه بالملاك بتاعه إيه إصدار، يعني ضابط الكل الرب إلهنا في محبته لكل الكائنات. ابتدى الموضوع يتحول بقى لإيه، من موقف يعني، طب الموضوع الأكل بقى والشرب ابتدينا نشوف المسيح فيه في البركة، وال يعني يعني بين ايد ربنا، مش مهم كميات الاكل طبعا، اوبن بوفيه والناس بقى اللي معانا، كان احنا يعني حاسين ان بالبركة ربنا بتحل يعني في اي بسيط اي اختيار، ومن ايده ناكله وشايفين المسيح اللي هو بيستخدمنا. وشوية وبصيت لقيت رحلة بقى تانية جاية، أنا بتكلم عن إيه الرياضة برضو، جاية من القاهرة أتوبيس كبير كله مسيحيين، ناس أغنياء قوي بقى عاملين إيه رحلة بالأتوبيس بتاعهم. بس فجيت قابلتهم وقلت لهم طب إيه رأيكم وقت الفراغ نقعد نعمل اجتماع، فكان في واحد واقف قال له ده مجدي ده واعظ، قال يا سلام طب إحنا بنحب. فحددنا ميعاد الساعة 6 وبقى ايه يعمل ميتنج، نقول ترنيمه صغيره كده ونقول ايه عمل المسيح معانا، زي ما اللي بناخده بنديه حب المسيح وعمله اللي بيتطرق لينا، إيه عايز بس اشواق حقيقيه، ونرفض اللي بيعطلنا في ذاته من ذاتنا يعني. واجتمعنا بعدين ادي مثلا واليوم بس كله بقى بالليل راحوا بقى ايه روحوا بقى كل واحد فيه بقى شو حاجات زي كده. فانا قلت لا انا هروح بقى جنب حمام السباحه كده بقى كذا حمام سباحه، هدوء الليل الجميل جدا، وقعدت اقول تسبحه نص الليل
ما فيش حد كامل وبصوت عالي، ما فيش حد جنبي. وبعدين صلاة نص الليل بقى جمالها إيه؟ إن الخدمة الأولى تمثل انطلاق النفس للسماء، وكلها أخبأت كلامك في قلبي يا رب لكي لا أخطئ إليك. الخدمة الثانية التوبة، موقف وقفنا قدام الله. نمرة ثلاثة، الخدمة الثالثة تجديد النفس بقى بلقاء المسيح الأخير. فبقى بقيت عايش في ايه؟ الجعالة بقى. وانا يعني فايه المجد ده؟ فطبعا عايز اقول اللحظة دي الحمد لله بنعمة ربنا، لما اتشجعت كل رحلة تانية تتفتح بابها يتكرر نفس السيكونس. شوف المسيح ولاقي ناس اللي تيجي واعمل اجتماع، وفي مرسى مطروح ومجاويش طول، واعمل اجتماعات وربنا يعزينا، والهدف هو السماء. ف ارتبط في ذهني الرياضه بايه؟ بفرصه من ضمن الحاجات الكبيره اللي ربنا بيعملها في حياتنا. ده موضوع النهارده، لكن يعني اذا كان في حد اسئله ولا حاجه انا هدي فرصه للاسئله، وهقدر ادي امثله برضو عمليه تانية عن موضوع الرياضة والحياة في المسيح. تفضلوا. طب أبونا أنطونيوس، الأول نسمع تعليق أبونا أنطونيوس وبعدين نقرأ الأسئلة اللي جات يا باشمهندس مجدي. الحمد لله على ربنا السلامة. يعينك يا باشمهندس، ربنا يعوضك على الكلمة الجميلة دي، العملية اللي من خبرات الحياة مش مجرد وعظ. تعيش يا وإذا كان بولس الرسول بيقول إن الرياضة الجسدية نفع لقليل، فأنت خليتها نفع لكثير. شكرا يا ابونا، شكرا دايما محبتك. تفضل يا دكتور، تفضل. طيب أنا هسأل السؤال الأولاني لحضرتك يا باشمهندس، هل تذوقنا للحياة الروحية مع الرب يختلف بنوعية نشاطنا الجسدي إذا كان رياضي أو نشاط يومي عادي؟ بمعنى لما أكون أنا في الرياضة بتكون تذوقي للحياة الروحية بيختلف عن أنا مثلا في الحياة الطبيعية إن أنا أتحرك أو أمشي؟ يعني عاوزين يسألوا حضرتك سؤال، انت دلوقتي بتخش في مسابقات كبيرة، المسابقات دي وانت بتعملها بيكون شعورك وإحساسك زي في نشاطك العادي اليوم العادي ولا ايه؟ ده هو السؤال الحقيقة الأول. أنا الواحد ممتد بكل الأمور، لأنه ثمرة المسيح اللي بيعمل فينا، ومن خلال المواقف المختلفة بيبرز في ذهننا والروح القدس طبعا آيات الإنجيل، فبنلاقي في حتة من ذاتنا بنرفضها وبنقبل الحاجة اللي من الله، بناخد قوة. يعني مثلا لما يجي واحد مثلا لعيب كرة كبير قوي وياخد مثلا مبلغ كبير قوي قوي بالملايين، وهو يكون اصله ولا حاجه، يعني حاجه ضعيفه جدا، طب ايه شعوره؟ من غير المسيح لازم يختار، لازم، لان ذاته هي في ماده. طيب افرض ده في المسيح يسوع حاجه تانية خالص، لان ذاته هي المسيح وشايف عمل المسيح وشايف القوة دي مديها ربنا، زي ما قال بولس بطرس الرسول كما من قوة يمنحها الله للخدمة، فيمجد الله ويشعر بالتواضع أمام، زي ما بطرس قال له اخرج يا رب من سفينتي لأني رجل قاتل. فإذا هنا العبرة بالحياة في المسيح. الاتصال بيوصل لنتائج بقى تانية، زي طبعا الغرور وخلافه، يعني في الرياضة بالذات، لأن فيها بيبقى فيها نوع من العجب شوية من الناس العاديين يعني. فما فيش انفصال، يوجد لا يمكن، حياتنا كلها يعني ميدان واحد، صورة واحدة كلها ملخصها للحياة هي المسيح، والموت هو ربح زي ما شرحنا دلوقتي. طيب في سؤال تاني يا باشمهندس، بيقول لك النشاط الرياضي يختلف، يعني في سباحة وفي رفع أثقال، هل إحساس أو البعد الروحي مع كل نوعية من النوعيات الرياضة بيختلف؟ يعني حضرتك بتعمل السباحة مشاعرك
هي نفسها وانت بتعمل الماراثون بتاع الجري ولو كنت بترفع اثقال، هل هي ولا يعني ما اعرفش، هو الناس كلها عاوزه توصل لمرحله انها تصنف الرياضه بالبعد الروحي. يعني السؤال اللي بعده أيوة. كمان هيوضح السؤال ده، يعني بيقول لك يعني في مصارعه حره وفي ملاكمه. يعني انا عاوز يا باشمهندس بس عشان تريح الناس، لان انا لخصت الاسئله دي كلها، لان في ناس بتسال اسئله بتقول لك انا عاوزين نوصل انك انت تقول السباحه انا هوصل بيها بالاحاسيس الفلانيه من الناحيه الروحيه، الاثقال كذا، ويا ريت له كل حاجه من الحاجات دي تقول لنا ايه الحاجه اللي تستخدمها. يعني وانت بتجري بتفكر ببعد روحي زي ما انت بتعمل سباحه، طب وانت بتلعب ملاكمه بتفكر بنفس الاحساس. هم عاوزين يفصصوا عشان ممكن من هذا التفصيص يختاروا اللعبه اللي تخليهم يتذوقوا كل حاجه لوحديها. عامله بالظبط زي ما يكون مثلا التسبحه ليها مذاق، القداس ليه مذاق، يعني كل حاجه روحيه ليها مذاق. وبعدين بنفس الطريقه مثلا عشان اوضح السؤال دوت، انا لخصت كل الاسئله دي زي بالظبط بيقولوا لنا دلوقتي الاكسرسايز في انواع، في اكسرسايز انا داخل كورس دلوقتي بيقول لك الاكسرسايز علشان يعالج الزهايمر، هم بيعلمونا حاجه معينه، الحاجه معينه دي تعالج موضوع جسدي معين. برضو في الرياضه هل هنقدر نوصل للتوصيف ده؟ يعني حضرتك تيجي تقول للواحد لا انت تروح تعمل سباحه لان هي دي اللي هتساعدك روحيا في الحاجه الفلانيه. معلش انا بلخص كل الاسئله في الايه، ايوه فاهم. معلش هو انا الحقيقه لا، سؤال جميل جدا. يعني هو الحقيقه يعني بدايه الموضوع هو ان احنا كل الذين ينقادون بروح الله فاولئك ابناء الله. يعني ثق تماما يا منير ان الواحد بيبقى اللي عايش في المسيح كل لحظه في حياته بتبقى من ايد ربنا، يعني ما فيهاش تواكل، لكن المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون في اتكال. فتلاقي ربنا بيقودك، وما دام ربنا بيقودك ان انت تشوف المتعه والجمال اللي انت تحتاجه. يعني مثلا موضوع، معلش هطول شويه الحته الصغيره دي. يعني مثلا انا ايه اللي خلاني اتجه، انا دخلت رياضه المشي وربنا اداني النعمه، دخلت رياضة الماراثون وربنا اداني نعمة، ودخلت سويدي على أجهزة وربنا اداني نعمة، ودخلت السباحة وربنا اداني نعمة. لكن مين اللي كنت المراحل دي كلها كان بيقودني الرب. يعني تصور مثلا البداية كانت حادث صعب جدا، قعدت في مكسر 50 يوم بالضبط، يعني 50 يوم مش قادر اتحرك لان ما شخصوش الكسر بتاعي، وقالوا الأطباء إن مفيش فايدة يعني. بس فالمهم يعني حصلت معجزة كبيرة وخفيت بعد 3 سنين، قدروا يلاقوا عملية جاية من اليابان وإنك في مرضى يعالجوه. المهم رحت علاج طبيعي، فعلاج طبيعي لازم أروح للأستاذ عندنا أجري عشان ابتدي عاج طبيعي، وبعدين قالوا لي تخش الفريق بتاعنا، انت بتعكس كده لكن عاوزين يعني يشجعوني. وكان في واحد ناقص في الفريق. المهم مشيت في المشي بعد 2 3 سنين طلعت ايه ماشي حلو قوي، بقيت فهمت المعنى وبقيت امشي بقوه الله. وبعدين خلاص خدت معاش. طب البطولات دي في بس في المشي بعد قبل المعاش، ما فيش يعني انديه بعد كده. فلقيت الماراثون مفتوح، دخلت في الماراثون ابتديت اتدرب، وبعدين بقيت في بقى بطولات دوليه وعملوا بطولات في الاقصر. كل ده المسيح بيحركك. بس مثلا لما انت بيحركك المسيح بيدي لك قوه، مش عشان تبدا انت ذاتك، لا عشان يشهد غيرك بعمل المسيح. راجل ضعيف لكن كان معروف انك مكسر، وبعدين ربنا ذاك هو فده عمل الله. نفس الوقت بقى الاجمل من كده ان السباق الدولي الاقصر لما رحته كانوا عطشانين جدا بالخدمه، وقابلت هناك ناس ما كنت بخدم معاهم ماسكين بوزيشن مراكز
في الحياة العملية الأطباء كده، وقالوا لي أنت ما صدقنا جينا، وعملوا لي بقى إيه، أنا داخل ماراثون، ودخلت الماراثون فعلا، لقيت إنها كل الكنائس بتدعيني، كل الكنائس وجمعيات، جمعية بنو المسيح، جمعية، كل جمعية، الكتاب المقدس، وقالوا لي إحنا عاوزين نسمع الكلمة دي. فبقيت الخدمة هي أساسا ماراثون، لدرجة قالوا لا، واحد خادم كان معانا صاحب فندق قال لي لا، انت سيب بقى الاتحاد الرياضة ده، الشباب والرياضة ده، اقعد معانا بقى في الفندق. عمل لي أوضة مخصوصة ومش عارف ايه، حمام السباحة، وما رضاش يرجعني في القطر، رجعني في الطيارة. عايز اقول يعني عشان مجد الله، مش بتكلم الا عايز اقول ان ربنا بيحركك، بيدي القوة وبيوجهك للحاجة ان فيها مجده فيك وفي غيرك، انتم ملح الارض. طبعا بعد كده موضوع السباحه ده موضوع تاني برضو، ربنا حركني. لكن طبعا وسط العمل بتاع ربنا بنلاقي فرصه نصطاد ناس كتيره قوي، لان المجال بتاع السباحه ده فيه ناس كتيره قوي مشغولين يعني بالسباحه. يعني معايا واحد اللي هو بيقول لي ازاي الواحد يمشي مع ربنا، ده انا بنزل كل اسبوعين ثلاثه ماتش. فاقول له طيب انزل كل اسبوعين ثلاثه، لكن شوف المسيح نفسه، شوف عمله، ذوق عمله وقوته. يعني برضو اخر حاجه يعني على السباحه، يعني عملنا عندنا النادي الواي ام سي اي اللي هو الشبان المسيحيه في اسكندريه، عمل يعني تعاون معانا، وعملنا اتقفل حمام السباحه يومين في الاسبوع، وييجوا بقى الآباء الكهنة لأنهم كلهم ظهرهم تعبان وركبهم تعبانة نتيجة معظم وقتهم قاعدين أو راكبين، ما فيش حد بيمشي لوحده. فبقى يخشوا بقى عندنا في حمام السباحة وأنا معاهم يعني حقيقة، بيبتدوا طبعا معاهم إحنا برضو نفس الهدف، الناس كهنة نقول لهم أنتوا ده أنتوا لو صليتوا على حمام السباحة ده هيبقى معمودية ده. فبنتأمل بقى في عمل الله واحنا بنعوم، وبنحس يعني ان ربنا بيقودنا. فكل شيء يعني ربنا بيقودك فيه، بيديك النعمة عشان تشهد ويشهد بيك للآخرين. يعني واحد مدرب مثلا منفصل عن مراته، حد بقاله مثلا اقول لك ايه 3 سنين، وبعدين بسأله كده ازيك يا فلان، مسيحي طبعا، وبعدين يا نهار ابيض، وايه مش عايزه تقعد في البيت مش عارف ايه، وراحت الصعيد. طب لقينا فرصه ان احنا نقرب بسهوله جدا، ضربه الشيطان ديت بتروح يعني بالمحبه والنعم. فدي كلها عن طريق السباحه. فعايز اقول لك دي قياده الروح، احنا مش بنلعب سويدي عشان نقوي عضلاتنا، ده احنا بنلعب سويدي عشان نعبر عن فرحنا بعمل الله وإيمان إن هو بنعمل الألعاب دي بقوة الله، فبتبقى كلها حياة سعيدة ومفرحة اللي هي ربنا دعينا ليها. جئت لتكون لكم حياة ويكون لكم الأفضل فيه، أروم أن تكون ناجحا كما أن نفسك ناجحة. دي حياتنا يا أولاد يا إخواتي، وأرجو إن إحنا يعني ما نضيعش فرصة خلاصنا بفرحنا بعمل المسيح فينا وأسراره المقدسة، خصوصا سر التناول اللي لازم نحيا فيه كل يوم. يعني يا باشمهندس مجدي، انت بتوصلنا لمرحلة ان الرياضة ربنا بيستخدمها مش بس للفايدة الروحية، انما ممكن تكون مجال للتبشير. يعني اللي انا فاهمه على حسب ما انا فاهمه هو احنا في المسيح خليقة جديدة، بمعنى ان هو ربنا هيستخدمك علشان فايدة روحية ليك وفايدة روحية للناس اللي حواليك. يعني في النهاية مش مهم نوع الرياضة، المهم ان احنا حتى في الرياضة نعملها بإخلاص او بقوة، بحيث ربنا هو اللي يعني وصلنا للمرحلة دي. معرفش انا فاهم صح ولا. مظبوط صح. طيب في حد عنده أسئلة يحب يضيفها للبشمهندس مجدي؟ اللي عنده سؤال لو سمحت يا اما يرفع ايده يا اما يبتدي يتفضل لو في حد عنده سؤال. مش هيلاقوا أسئلة إجابات ليه؟ لأن مرة من المرات اجتمعوني في اجتماع أسرة عندنا كبير قوي في اسكندرية، وهم بقى متعودين يقولوا الكلمة ويقعدوا يسألوا بقى
يمكن يقعدوا أمد. فلما حطينا المسيح إجابة على كل سؤال بخبرة عملية، هيسألوا إيه إذا كان الرجل ومراته بيتخانقوا مع بعض، والمسيح كل واحد فيهم حس بالمسيح، كل واحد حس إنه أخطأ للمسيح مش أخطأ لجوزه والتاني، فالمسيح هو اللي شايل الخطايا دي والخطايا دي. فاتقابلوا مع المسيح خلاص ما فيش مشكلة، المهم نتقابل مع عمل الله بالروح القدس بالتوبة اللي هي بنرفض بيها أي حاجة تعطل. إذا كان في أي سؤال ما فيش مانع، يعني هنجاوب برضه بنفس الطريقة. ما انت حضرتك عملت لنا الإجابة اللي هي تشمل كل الأسئلة، بس طبعا ما يمنعش لو في حد عنده سؤال يتفضل. ايه رأيك في رياضة الملاكمة؟ رياضة الملاكمة إذا كان ربنا هيقودك ليها ماشي، ما يعني رياضة المكالمة فيها حتة صغيرة، يعني واحد جالي شاب يشوف راح فين الصوت كله؟ لعبت فيه الصوت كله راح. تطلع بقى دعاوى تصفية الشعب الفلسطيني لا تصفية أجي الأراضي أقول لك الفلسطينية، مش مهم، مش مهم خالص. ليه؟ لأنه النصر جاي، نصر الإله. هدنة ممكن اللي هدنة فتح التلفزيون بعد أعلنت إذنكم تفضيح واحد كان 39 أسيرة. لو سمحتوا، اتفضل يا باشمهندس. اتفضل يا باشمهندس مجدي. باشمهندس مجدي انت عامل ميوت الميكروفون لو سمحت. بعد إذنك ايوه، فما دام ربنا بيقودك لحاجه ممكن تكون فيه جانب مفيد، يعني انك بتقوي عضلاتك، لكن مش بتخش بطولات فيها العنف ده. وعموما شوف يا اخ منير، القديس كيرلس الكبير بيقول ايه؟ بيقول المسيح لما بعد القيامه سمح لتلاميذه ان هم يصطادوا سمك، يعني ادهم فرصه، لكن ما سمحش ليهم ان هم العشرين منهم يرجعوا يبقوا عشرين. ففي مهن او في اعمال بتبقى من المناسب ان الواحد يعني يمارسها في حياته في الروح يعني. فده طبعا اذا كان الملاكمه فيها العنف، الملاكمه او المصارعه الحره، فدي برضو ممكن قوي الواحد يختار حاجه تكون اسهل لخلاصه يعني. لكن قلت للولد ده العب بوكسنج يعني، وجيب الموضوع بتاع البوكس ده كرياضة تقوي عضلاتك، بس ما تخشش بقى في حاجات زي كده. فكلها حاجات ربنا بيقودنا إليها وبيدينا الحكمة طبعا، بحيث إن احنا تبقى كل الأمور تعمل مع الخير في حسب الإرشاد الروحي والحكمة والصلاة، بنلاقي كل حاجة حلوة كده يعني في وقتها المناسب، والمناسبة لينا بنلاقيها كده راكبة كده خالص. ف ميرسي يا باشمهندس مجدي، ميرسي خالص وكمان لمحبتك. لما نتفرج على ماتش تلاقي الناس انا عندي واحد صاحبي راح السما، بعدين هو جاله حاجة في المخ يعني شريان، فرحنا له بلد يعني فيها، وبعدين قعدنا نسأل، ده كان عامل كشوفات كويسة جدا وصحته تمام قوي، ايه اللي حصل تاني يوم الصبح؟ فقالوا اصله بقى بصراحة كان بيتفرج على ماتش الاسماعيلي والاهلي، وكان عاوز يشجع الاسماعيلي، فانفعل قوي الراجل مع انه راجل متدين يعني، انفعل جدا فضغطه عالي. فحتى طبعا لما واحد يشوف مصارعة حرة ولا حاجة يقول اضرب، لما حتى نشوف مثلا اسرائيل بتحارب مع الغزة مثلا، في ناس تتحمس تقول لك ايه وايه ويتحمس وده يغلب وده وايه، وكأن ايه الموضوع انت هتحارب او انت لازم الواحد يميز بين الاشتراك في حاجة وحاجة المناسبة ليه والحاجة الحلوة ليه واللي توصله للسماء وتوصله للجعالة، والحاجة اللي هو يضيع وقته كله في حاجات ملهاش قيمة، ملهاش قيمة ولا تفيد
وكأنه واللي بيقول حتى في الحرب أوكرانيا وروسيا كأنه واحد بيتفرج على ماتش. يعني شوف الوصل، الناس بتموت وتستشهد والناس عيانة من كل الأطراف. المفروض يبقى الواحد يصلي عشان ربنا يعينهم على خلاص نفسهم ويعرفوا الجعالة العليا اللي بتنتظرنا كلنا قبل ما الموت يسرق. بس فدي هنا ده اختيار ربنا للحاجة المناسبة، كل الأمور اللي هي توصلنا للإيه، للسماء، أو توصلنا للتمتع بالأبدية السعيدة في المسيح. ميرسي خالص يا باشمهندس أشكرك. مجدي، وربنا يعوضك وتفضل يا ابونا بعد اذنك تختم لنا الاجتماع. من الآب والابن والروح القدس الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين كل الشكر. يا يا رب ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض. خبزنا كفافنا عطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين علينا، لا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا كالملك والقوه والمجرمين. والان محبه الله الاب ونعمه الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح شركه وعطية وموهبة الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم. وروحك أيضا. ربنا عوضك.